هي اصلا القصة كلها عم تلعب دول كبيرة، بس حاطين الواجهة السوريين والمدنيين بالذات. يعني اكثر من 300,000 محاصر بحلب، ما عندهم اكل، ما عندهم مي، ما عندهم اي شيء، ما عندهم ادنى مقومات الحياة لانهم يعيشوا او يكملوا حياتهم. اليوم رفيقتي عم تحكي معي، بنتها الصغيرة عم تبكي وبتقول بدي موزة. الموزة اللي بيكبوا العالم اللي هون بنت صغيرة بحاجتها. Everybody here, I don't understand why like all the time the bombing going just on the civilians. I don't see any bombed on over ISIS or over Qaeda or over any military. Only civilians. Look really sad. Okay, that you're seeing this photo, right? Want to see your sadness?